بس فرج حتى نختم، لانه ذهبنا اذان 19 حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس، حتى نختم هذا الموضوع. نعم، انا ايضا اعول على فطنه التونسيين وحركيتهم للمجتمع المدني، وكذلك اقول انه الاحرار في اوروبا، لانه موجودين السياسيين الصحفيين، وبالتالي الحقيقه يعني اقوى من كل شيء ولا يمكن اخفائها. ما يعاب أنه وذكره حتى في الفيسبوك، نعم، الناس تحكي أنه إعلان عن اتفاقية تفاهم أو عفوا مذكرة تفاهم، ولا في غياب الصحفيين، ولا صحافي موجود ولا أسئلة ولا، وبالتالي يعني هنالك في الأمر شيء ما، شيء ما. نعم، شكرا جزيلا للبروفيسور فرج بعتوق، استاذ التاريخ العلاقات الدوليه، كنت معنا من باريس. وجزيل الشكر سيد العربي الرحاني المنسق العام لجمعيه المجتمع المدني في الخارج، كنت معنا من النمسا. هكذا ناتي الى ختام حلقتنا اليوم. غدا سيكون معنا ضيفنا في الاستوديو هنا ان شاء الله الكاتب الصحفي سليم الحكيمي، وبعده سيكون معنا كذلك في الاستوديو نفسه الباحث والشاعر البحري العرفاوي. كونوا معنا غدوه، سليم الحكيمي هنا في الأستوديو. في أمان الله.